يا بنتي ما تسيبي موبايلك وتقعدي معايا شوية. معلش كنت ببعت حاجة. بتبعتي حاجة ولا بتشوفي صور خطيبك القديم؟ وانت عرفتي منين بقى؟ باينة قوي يعني مش محتاجة فقاقة. يا بنتي ما تبعتيله بدل ما انت قاعدة تراقبيه في صمت وجو المراهقة ده. أبعت له؟ أيوه. لا غريبة قوي، بعدين هقول له إيه أساسا؟ عادي، انت مش بتقولي اتقابلتوا صدفة؟ ابعتي قولي له أنا اتبسطت إن أنا شفتك. بجد؟ أيوه. لا انت قولي لي بقى قولي إيه بالظبط؟ طيب أنا كفرح يعني لو أنا في الموقف ده هبعت أقول له أنا انبسطت إن أنا شفتك قوي، خلينا نتقابل تاني، وتستني لحد ما يرد عليك. وهيرد على فكرة. يعني مش حبانة إن أنا واقعة قوي يا فرح؟ لا طبعا يا داليا. عادي؟ أيوه. مش مش قاعدة زهقانة؟ اشتغلي بقى شوية. طب بس طب أسكتها إزاي؟ هي اسم نور صح؟ تصرفي. طب تعالي بقى داليا، على فكرة دي مبلولة على الآخر. بجد؟ لا فرح أنا نسيت الدايبرز. طب هنعمل إيه؟ بتعملوا إيه لما بتنسوها؟ ما بنشتري، هنزل اشتري في صيدلية قريبة صح؟ في طيب خليكي على طول، هنزل أجيب ورقة. خلي بالك منها. ها؟ طيب أوكي داليا ما تتأخريش، مش عايزة أحتاس. ماشي. إيه ده؟ إيه القنبح قنبح؟ ايه اللي حصل؟ معلش خلاص خلاص. طب اعمل ايه؟ طيب اعمل ايه؟ شوفيه في اي حته عندك يا ماما. بس بس ايه الهبل اللي بيحصل ده؟ ما تسكتيها، هي بتعيط ليه؟ ما اعرفش يا ماما ما اعرفش. طب يا ماما يا حبيبتي دي المفروض تتشال كده على صدرك وتطبطبي عليها وتاكليها واحده واحده. ما ينفعش يا ماما، لازم تبقى على الارض عشان بطنها. ده مين الحوار اللي قال لك كده؟ لا انا قريت كده. قريتي ايه يا بنتي؟ انا مربيه قبل كده وعارفه، اسمعي كلامي انا. ماما ممكن مالكيش دعوه وتسيبينا اتصرف. صدقي انا غلطانه ان انا بحاول اساعدك. شكرا قوي، انا مش عايزه مساعده من حد. انت بتكلميني كده ليه يا بابا؟ يا ماما اخيرا سكتت. سكتت قبل ما تتعلمي تربي، اتعلمي الاول ازاي تكلمي امك. مش فاهمه انت ازاي هتبقي مامتي.